بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلبة وطالبات مدارس النجم الساطع الصف الثالث الثانوي علمي. اليوم مع الوحدة الثالثة استخلاص الفلزات، ده عنوان الوحدة. الفلز عشان نستخلصه، لأن كل الفلزات النشطة توجد في خامات، مفيش فلز موجود في صورة منفردة، موجود في صورة خام، وممكن نقول أي فلز موجود في صورة آيونات مجابة لأنه متحد مع عناصر أخرى. فاستخلاص أي فلز بنقول دائما عملية استخلاص، أهي نركز قوي كده، عملية استخلاص أي فلز هي عملية اختزال، ومكتوب عندك في الكتاب بحبر داكن اختزال. نفكرك خدت السنة العام الماضي الأكسدة، الاختزال يعني ايه اختزال؟ يعني الفلز او الايون بتاع الفلز يكتسب الكترون يتحول الى فلز، والاختزال ده هيكون عند القطب السالب لو في مقدمة السلسلة اختزال الكتروليتي. لو فلز زي الصوديوم يكتسب الكترون ويديني Na، يبقى عملية اكتساب الالكترون لأي ايون هي اسمها عملية اختزال. يبقى استخلاص اي فلز من خاماته، لان عنواننا استخلاص الفلزات، هي عملية اختزال. ويعني ايه اختزال؟ يعني اكتساب، اهو اكتساب الالكترونات، اكتساب الالكترونات. وخدنا امثلة. بيجي بعد كده حلقة الاتصال بسلسلة الفاعلية. يعني انا واخد الترتيب اللي في المقدمه، فلزات نشطه بيبدا يقل النشاط لغايه ما يوصل الى فلزات ضعيفه النشاط. بقول كل ما كان الفلز في المقدمه الاختزال بيبقى صعب، ثم يبقى اسهل 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 لغايه ما ينزل تحت. طب نفكركم خدنا في الوحده الثانيه كان اول خمس فلزات ما بنختزلش ولا بالتحليل الكهربي، كان اسمه اختزال الكتروليتي، لازم نحوله لماسور وعندي كاثود وانود موضوع. بعد كده الاربعه اللي في النص كان اختزال بالكربون او اختزال بالعوامل المختزله. بعد كده اخر ثلاثه الكلام ده واخدينه في الوحده الثانيه، اختزال بالحرارة، يعني مجرد ما سخن المركب يتفك. يبقى احنا بنقول كلما نزلنا لتحت يسهل الاختزال، كل ما طلعت في مقدمة السلسلة يصعب الاختزال. واحنا هناخد ده بالنسبة لحلقة الاتصال بالفاعلية، يعني الاختزال يتوقف على موقع العنصر. لو كان في المقدمة اختزاله هيبقى صعب، لو كان في الوسط اختزاله متوسط، لو كان تحت في السلسلة اختزاله هيبقى اختزال سهل اللي هو بالتسخين المباشر. نيجي بعد كده عندنا في صفحة 40 دي الخامات، أي فلز موجود في الطبيعة في صورة خام. عند البوتاسيوم موجود في خام اسمه الكارنالايت، الصوديوم ملح الصخور، الكالسيوم في الطباشير، المغنيسيوم في الدولمايت، الألمونيوم في البوكسايت، ودي الخامات. وكاتب لك قصادها الرموز، وعامل في السطر الأخير بص كده معايا في الكتاب هتلاقي كاتب اختزال الكتروليتي، يعني اللي احنا قايلينه الحصة اللي فاتت اختزال بالتحليل الكهربي. بعد كده أخذ الخرسين والحديد والقصدير والرصاص والنحاس، دول اختزال بعوامل مختزلة، دول في منتصف السلسلة. والخامات بتاع الخرسين ركائز الخرسين، الحديد هيماتايت، الرصاص جالينا، النحاس بيرايت الحديد. بعد كده هو كاتب الزئبق اختزال بالتسخين المباشر لانها من الاكاسيد الثابته، ناخد الزئبق وناخد الفضه، لان الفضه والذهب دي من الفلزات الغير نشطه توجد في الطبيعه في صوره منفرده. العنوان اللي بعد كده تركيز الخامات. يعني ايه تركيز خام؟ افهمك يعني ايه تركيز. هي عمليه كيميائيه، الهدف عندي شوائب لان الخامات رديئه، الخامات دي بنجيبها من الصخور في الجبال ومن الرمال، فالخام رديء في نسبه عاليه من الشوائب، لازم قبل ما اوديه الاستخلاص لازم انقيه من الشوائب.
ليه؟ عشان يكون ذا أهمية أو ذو جدوى اقتصادية. يعني أنا أجيب حاجة مصرفش عليها كتير وبحس أبيعها بمبلغ مناسب بحيث إن هي جابت مصرفها وتكون ذات جدوى اقتصادية. عندك تركيز الخامن، عندي طريقة واحدة اسمها تعويم الزبد. تعويم الزبد دي خاصة بفلز أو خام، ما أقولش فلز، أقول خام النحاس. خام النحاس فيه شوائب، نسبة عالية جدا من الشوائب، فأنا عايز الأول أنقيه من الشوائب. بجيب الخام أطحنه، بجيب صخور من الجبل أطحنها أصبها في أحواض كبيرة بها ماء وقليل من الزيت. الخام يطفو على السطح ويقشط، الشوائب تترسب، يبقى أنا كده نقيت الخام من الشوائب. أنا لسه ما طلعتش فلز النحاس، أنا كده نقيت الخام من بعض الشوائب. باخد الخام أوديه الفرن عشان أحصل على خام فلز النحاس. تركيز طريقة تعويم الزبد دي ليست لها أهمية اقتصادية، بل هي مكلفة. أو عيوبها إن الطن الواحد بيستهلك 500 طن من الماء، يعني محتاجة مصادر كتيرة جدا للمياه، دي عيوبها. عندك رسم كروكي في الكتاب بيقول لك إن واحد طن يعني 1000 كيلو من الخام لما نقيه تنقية أو أعمل له تركيز نحصل على 16 كيلو جرام. أخد 16 كيلو دول خام أوديهم لأحصل على 4 كيلو جرام نحاس نقي. شوف الألف كيلو اداني 4، وده اللي هي تركيز الخامات. وتخلي بالك تعويم الزبد دي خاصة بفلز النحاس، لأن كل خام خاص ليه بطريقة. يعني الحديد بنطحن ونجيب مغناطيس، كل خام له طريقة. تعويم الزبد خاصة بفلز النحاس. نيجي الكربون وسلسلة الفاعلية. احنا هنستخدم فحم الكوك، اسمه فحم الكوك، وهو ككيميائيا اسمه كربون. منين بنجيب الكربون ده؟ أو منين بنجيب فحم الكوك؟ قالوا فحم الكوك ده مش الفحم اللي موجود عندك في البيت، الفحم اللي موجود عندك في البيت بتاع شوي ولا بتاع بخور ولا الفحم اللي كلنا بنشوفه ده فحم خشب. لكن الفحم اللي هنستخدم في الصناعة اسمه فحم كوك. مصدره ايه؟ مصدره الفحم الحجري. والفحم الحجري واخد في صف 7 أو 8 وقود حفري بيجي من باطن الارض. يعني انت عندك الفحم والغاز الطبيعي والبترول، ده وقود حفري ومصدر طاقة غير متجدد. هناخد الكلام ده في الوحدة الجاية. يبقى فحم الكوك ده بنحصل عليه من الفحم الحجري، بنجيب الفحم الحجري نسخنه بمعزل عن الهواء نحصل على فحم الكوك. مميزات فحم الكوك، مميزاته رخيص الثمن، مصدر للطاقة الحرارية، تالت حاجة متوفر. يبقى رخيص ومتوفر ومصدر للطاقة الحرارية، ده اللي هنستخدمه في الصناعة في استخلاص أي فلز. فبنقول الفلزات التي في المقدمة يصعب اختزالها بالكربون، لأن احنا قلنا قبل كده من شوية بالتحليل الكهربي كل ما بنزل تحت يبقى أقدر استخدم الكربون كعامل مختزل في الصناعة. راح مديني أمثلة على الكلام اللي أنا بقوله ده، قال لي أنا أستخدم فحم الكوك لو خدت أكسيد الرصاص زائد فحم الكوك حرارة يديني رصاص زائد ثاني أكسيد الكربون. حصل الاختزال بواسطة فحم الكوك. بعد كده جايب عندي ZNS اسمه ركائز الخرسين. ده الخام ده عشان احصل على الخرسين مش ممكن بفحم الكوك مباشرة، خلي بالك ده اختزلته مباشرة اهو في معادلة واحدة، فحم الكوك وسخنت حصل الاختزال لأكسيد الرصاص. لكن أكسيد كبريتيد الخرسين لو حطيت معاه الكربون وقعدت اسخن للسنة الجاية مش هيتفاهموا مع بعض. فبنعمل حاجة اسمها تحميص. يعني ايه تحميص؟
التحميص ده تسخين بسيط، بنتخلص بنسخن تسخين بسيط. حتى معظم الحب اللب لما بيطلع من بنحمصه، التحميص ده تسخين بسيط. فانا لما اخد كبريتيد الخرسين اروح محمصه، يعني ايه حمصته؟ يعني سخنته في هواء اكسجين، راح متحول كبريتيد الخرسين الى اكسيد خرسين زائد SO2. SO2 ده اسمه ثاني اكسيد الكبريت، مكتوب عندك يستخدم كناتج ثانوي، يعني ثاني اكسيد الكبريت ده هستخدمه لصناعه حمض الكبريتيك. خلاص انا كل موضوعي ده عايز احصل على الخرسين من ده، يبقى ده ناتج ثانوي خلاص، بس لازم اكتبه في المعادله. اخد اكسيد الخرسين بعد ما التحميص حول كبريتيد الخرسين الى اكسيد، اخد اكسيد الخرسين اسخنه مع فحم الكوك، نحصل على الخرسين زائد ثاني اكسيد الكربون. يبقى انا كده قدرت احصل على الخرسين، ان انا هنا الرصاص كان من معادله واحده مباشره بالكربون، هنا لازم نعمل تحميص ثم اخد الناتج اسخنه مع الكربون احصل على الخرسين. يبقى كده عملت الحصول على الخرسين. بعد كده عندي استخلاص الحديد من الفرن العالي، هاخد بس اليوم وهنكمل بعد كده المحصة الجاية ان شاء الله. ايه هي خامات الحديد؟ خامات الحديد اللي موجودة في الطبيعة، خامات الحديد، اول خام اسمه هيماتايت، الرمز بتاعه Fe2O3 واسمه اكسيد الحديديك. الخام الثاني اسمه ماجنتايت، اسمه Fe3O4 اسمه اكسيد الحديد المغناطيسي. خام الثالث اسمه سيدرايت، FeCO3 كربونات الحديد. خام الرابع اسمه بايرايت الحديد، FeS2 اسمه كبريتيد الحديد. دي خامات الحديد اللي موجودة في الطبيعة. بيقول لك ان اكتر الدول اللي هي بتنتج موجود فيها البرازيل وروسيا واستراليا، هي اكثر الدول المنتجة للحديد. دي خامات الحديد. ان شاء الله الحصة القادمة هناخد طريقة استخلاص الحديد، والسلام عليكم ورحمة الله.